لو الحكاية فيها إن فيتو جيت انت تخبي مين النهار؟ تشيرسي ليه بقى؟ عشان البلد تستقبل، عندنا امل فيه كبير قوي هو اللي حمل البلد في فتره من الفترات. رايك في الاقبال، رايك في الاقبال هنا في الدنيا كويس؟ حلو جدا، كويس جدا طبعا. انا شايفه طبعا الاقبال واضح ان نونو النسوه بتشتغل جامد هنا. هو مش فكره كل الناس متحمسين بس قوي ايوه زياده، لكن هم الرجاله يعني لو هتطلبي الناس في البيوت هتطلبيهم بايه؟ لو هتطلبي الناس في البيوت هتطلبيهم بايه؟ هتطلبيهم ينزلوا دي بلدهم ولازم يرسموا خريطتهم.